حلقة جديدة مع يوسف أنجح الجميع. النهاردة هنلعب ماتش أونلاين ضد خصم حقيقي، فيلا أول ما يجي الخصم هنقول لكم يا شباب. قلت لكم يا شباب لقيت خصم واخد شعر إيطاليا. أجويرو، ميسي، إنيستا، باريسي، نصر، كريستيانو رونالدو. مش نفسي ألعب الماتش. نزل زبادة خلاص، مش هننزل بطغانو. غير دي التشكيلة اللي ننزل بيها. الله، انا شاكك انا شباب لعبت ضد الخصم ده قبل كده. يلا يا ايطاليا ضد بوبو. يلا يا بوبو. طب شعار فرنسا قدام ايطاليا. هو دي الاخت يا عمي تبقاش بيبس الاونلاين هنا. مش كان انا اصلا اول مرة اجرب الاونلاين. Italy know they can rely on the counter and they've just expressed a warning. And it's been taken straight back. Gets the better of his man. ميسي؟ لا اجويرو، لا اجويرو، لا اجويرو، لا يا شباب. ده اذا سدد هيسجل اهداف. هينزل له شباب على فكرة، هينزل له نسخة بكرة. اجري كانتي يلا خصم بتستفز لين ميسي. ميسي يا ساتر. أول مرة لسه كده أبو نوب يعني. Accusatory stare there tells the whole story. That was just poor decision making and a weak execution. Lino. Mbappe. اسكت بس يا كلام بابي. سجل هذا في الكام. قلت يا شباب النت وحش قوي وانت بتلعب الاونلاين. تحس ان الاونلاين ضدك، عكس ما بيحبكش كده، بيكره كده، بيكرهك. لا مش نفس الوقت. يلعب مع الخصم اللي ضدك. اذا لعب معاك ما لعبش مع الخصم اللي ضدك، لازم يلعب بس مع خصم واحد. انا عايز اعرف هي ليه كده موجوده حاجه في بس السايكل. هو اصلا يعني كمان انت لسه اول مره صعب. لا المشكله اصلا هو اقوى مني في الريتنج، اللي هو لعب فاز اكتر مني في الماتشات او تعادل اكتر مني وفاز مني. His defensive capabilities there. That's no striker's tackle. Well, they say that your front lads should be that. اسكت يا احمد. اهو سجلوا هدف. يلا يا كارلوس. لا سيبه.
الله، اول مره في تاريخ النت يعمل كده. عمر اشوف الاونلاين كده زي مع الناس، مش بس برضه مزعلان. هو معرف ان اصلا في بيس ان اللعب واقعي، فاكيد هيحصل كده متوقع. اصلا مشكلة القسم اللي جت دي اصلا ما تساعدنيش ان انا فيه، ما تساعدنيش اصلا. طب على الاقل يعني لما فيش تساعد. طب عادي 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 عادي، دي حاجة متوقعة اصلا. لازم بس نظرة عامل اي حد اللي بيلعب بس مش بيطرح فيه. دي بالنسبة لي حاجة حلوة من غير اس، بس ما تترحمش انت. العبها بسرعة مس مس. انت الشوط الاول بثلاثة صفر يا شباب، تأكد من المشكلة. استنى ليه محمد صلاح؟ عندي فكرة. Come on.